تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة احتياجات السيدة نوال حسن محمد حسن والمقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك بعد أن تصادف مرور موكب سيادة الرئيس أثناء جلوسه على الرصيف في منطقة أبو رواش وحديثه معها. قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة للسيدة نوال. واقفة كده جيت نزل من العربية وراح مسلم عليا وانا خدت في الحضن كده، بقيت فرحانه بيه والله. الرئيس نفسه يقول لي ايوه انا متشرف بيكي، انا مش قلت له انا ده انا اللي متشرفه بيكي. وتم إهداؤها من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي من خلال مؤسسة أبو العنين عضو التحالف الوطني. معايا ابني قاعد من شغله ومعايا راجل كبير وحالتنا على قدنا، وأنا عايزة معاش حتى وعايزة ابني يشتغل. أهم حاجة قال لي عناية وعمل لي كده والله. هذا بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع المملوكة للمؤسسة وتحقيق حلمها لأداء عمرة وجاري تنسيق إجراءات السفر الخاصة بها من خلال مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة.